عمر هو في سجن تفلت جوج تقريبا اكثر من سنه. هو عمر كان ملي كان في عكاشه كان في زنزانه انفراديه، وهذه القضيه ديال الزنزانه الانفراديه هي في القانون، يعني المعتقل الاحتياطيين اللي مازال عندهم مراحل ديال التقاضي كيكونوا زنازين انفراديه، وثاني قرار ديال المندوبيه هذا وقرار النيابه العامه. فاحنا ما كناش كنتشكاو من هذا الجانب، هذا اللي كنا كنتشكاو منه واللي كنسميوه فعلا حصار وعجله، هو ان عمر ما تيخرجش يدير الفسحه ديالو مع الناس اللي حداه الزنازين الانفراديه الاخرى. هما كيخرجوا بشكل جماعي، هو حتى تيبقى يشوفهم من ديك التخبه ديال الزنزانه ديالو، حتى كيدخلوا هما حتى يخرج. هو كيعتبرها هذه اهانه ليه، انه ملي تيخرج بوحدو وممنوع يهضر مع شي حد، وممنوع شي حد يهضر معاه. ما هاد القضيه كانت هذه تعتبرناها حصار واعتبرناها عزله، خصها ترفع عليه، لانه من حقه انه يخرج يهضر. ما معنى انه ما تيهضرش؟ بقى 24 ساعه 24 ساعه في الزنزانه ما كيهضرش حتى مع حد، وما كيديرش الرياضه، وهذه حنا خايفين على صحته. عمر كذلك في صحته، هو اصلا عنده مرض مزمن ديال المرض معوي سميتو لوكخون. هذا المرض هذا خصو مراقبه طبيه نسيقه، يعني كيدير تحاليل دوريا، وخصو يشوف باش يقدر يغير لا دوز ديال الدواء، يغير الدواء يعني اش من فوالا. فما يمكنش، هو ملي مشى لتيفلت جوج ما عمرو شاف الطبيب، يلا الطبيب ديال السجن، والطبيب ديال السجن هو سجان يعني بيني وبينك حقيقة، يعني ما كينتبهش، عنده عدد نظرا للاكراهات اللي كاين عدد كبير ديال السجناء والى اخره، فما حتى الامكانيات ما عندوش. فهو خصو يزور، علاش ما كيمشيش يزور الطبيب الخاص وما كيمشيش للمستشفى؟ لانه كيدوه مربوط وتيدي بغاو يلبسوا الكسوه ديال السجن، انتم عارفين ديك الكسوه ديال السجن اولا ديال الهيجيان، بالاضافه لعنده هو لا عنده هو الضيقه، عنده لازم امراض تنفسيه، فما يمكنش يلبس هذيك. هو تيقول لك وتيدخلوا معاه حتى عند الطبيب ملي كان هنا في عكاشه، كيدخلوا معاه حتى عند الطبيب ومكتف والطبيب كيقلبوا. ما هو رفض هذه الوضعيه هذه، لان فيها الاذلال والاهانه، ومعاه خمسه ديال الناس ولا اربعه هكذا ديال الامنيين اللي كيكونوا دايرين به. فهذه الوضعيه ديال الصحيه ديالو الان متدهوره جدا حقيقه. هو دابا ملي نقلوه للزنزانه المكتظه بالناس، كاين فيها سراق زيت بشكل كبير، ذاك الرقيق اللي كيدخل في الشعر وكيدخل في النيف ويدخل في الجسم كامل، هو عنده حساسيه مفرطه لسراق الزيت، هذه معروفه هذه. فكيتنفخ وجهه، كيتنفخ يده، كيتنفخوا، وكيأثر عليه على التنفس ديالو، والى درجه انه فعلا طاح، وطاح بواحد الازمه صحيه كاختناق، الى درجه ان الناس اللي معاه السجناء اللي معاه، حيت كان تينعس في الطواليط حدا قدام باب الطواليط، حيت ما عندوش بلاصه، قالوا له ما نعطيوش بلاصه. ونقلوه للمصحه وعالجوه شي شويه، ولكن بعض ما يرجعوا للزنزانه الانفراديه ديالو اللي هو اللي هي الحق ديالو، رجعوه لنفس الزنزانه اللي تثبت في المرض ديالو. وهذا هو اللي ودابا الان ملي اتصل بنا هو بالهاتف، قالنا على ان الاعراض اللي كانت في الحاله الاولى رجعت له مباشره، لان داك الشيء ملوت بالاضافه لليغاسيون التهويه ديال الزنزانه ماشي هي هذيك. فهذه الوضعيه ديال الصحه ديال عمر. حنا درنا هذا الندوه باش نقولوا للناس، نقولوا عباد الله، نقولوا الراي العام الوطني والدولي، انه فعلا عمر ما من حق حتى واحد انه يتعامل معاه بهذه الطريقه هذه، لانها في الحقيقه هي طريقه تمييزيه لعمر، وبحال اللي كتستهدف الصحه ديالو النفسيه والجسديه. حنا ما بغيناش هذا الشيء يكون، حقنا كعائله اننا نخافوا على ولدنا من المرض، نخافوا على ولدنا من تدهور الصحه ديالو النفسيه والجسديه، وبغينا هي حنا كنديروا هذه الندوه هذه باش نوصلوا الراي العام الدولي والوطني على ان الدوله خصها تاخذ قرار باراده سياسيه حقيقيه وشجاعه طوي هذا الشيء. صافي ما يمكنش، راه هذا الشيء الضرر اللي وصل للدوله والصوره ديالها راه كبير بزاف بسبب هذه الاعتقالات اللي ما عندها حتى معنى، وحنا عارفين الدوافع ديالها كانت سياسيه، وان عمر ومجموعه ديال الصحفيين ومجموعه ديال النشطاء واعتقال سياسي حقيقه وتعسفي. انا الان خصي تنتهي هذا الشيء هذا، لان حنا حقيقه عينا من هاد، حتى حنا كنتعذبوا وحتى حنا كنتكرفصوا. كنتمناو من العقل السياسي الحكيم انه يطوي هذه الصفحه ويفتح صفحه جديده.